ملتقى البرولوس الدولي السادس للرسم على الحوائط والمراكب. برعاية محافظة كفر الشيخ، المجلس القومي للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مجموعة من المشاركين والفنانين من عدة دول، مصر والأردن، روسيا، صربيا، السعودية، العراق، رواندا، السودان، تونس، الهند، كوسوفو، إسبانيا، كوريا، الصين، بولندا، بنغلاديش، وإيطاليا، وأوكرانيا، والإمارات، واليمن. والملتقى كرم الفنانة القديرة زينب السجاني واللجنة المنظمة. حاجة جميلة جدا، بس المشكلة هي الغياب الإعلامي. ازاي حاجة زي كده جمال دوت مفيش أي تسطيب ولا أي حاجة خالص عليها؟